السلام عليكم، مرحبا بأصدقاء قناة أسرار الزراعة والنبات. نتمنى تكونوا بخير وكنعتذر على الغياب، كاينه ظروف. في هذا الفيديو إن شاء الله غادي نحاول نتعرف معكم ولا تشوفوا معايا طريقة ديال زراعة الغازو أو النجيل، ونتمنى الفيديو ينال الاستحسان ديالكم. ما غاديش نطول عليكم، ونتمنى من المتابعين الجدد يشاركوا في القناة، واللي ديجا مشتركين يخليوا تعليق محفز وتفعيل زر الإعجاب. نتابعوا الفيديو. هذاك اللي في جنب الحيط المسكليل والياسمين، وهذا اللي لهاد الجيل اليازير اللي كلشي تيعرفو، وراه تعرفنا على طريقة الإكثار ديالو في آخر فيديو. وهذا البابايا كنت غرستهم شجيرات صغار ودابا كبروا تبارك الله، هي دايره النواره، حتى هو هضرنا عليه في فيديو سابق في القناه. انت تشوفوا الحاله ديال الزرده نتيجه شويه الاهمال، حيت ان الغازو راه كان هنا من قبل وكانت الدنيا زوينه، وانما فرطنا شويه لان الغازو تيبغي شويه ديال الرعايه وتيبغي المقابله. وهذا اللي قدامنا دابا راه غير داك النجم، واحد النوع ديال الربيع، دوك النباتات الطفيليه. فكما قلت في الغازو تيبغي الرعايه والاهتمام بحالو بحال جميع انواع النباتات الاخرى. كما تشوفوا كلهم مزيانين، يعني من غير الغازو هو اللي واكلاصه. اذا على بركه الله غادي نعاودو نزرعوه من جديد، ونحاولوا في الاول نستافدوا من داكشي اللي بقى عندنا من الغازو القديم، وهو نيت اللي تيقلع الجار ديالي دابا. وانا غادي نخليه يخدم وغادي نمشي لواحد الفيرما نشري داكشي اللي غادي خصنا مازال من الغازو. الغازو عندي هذاك ديال البلاطو، راه هو شفتو هذاك ديال البلاطو رقيق. صافي هذيك خنشه بركه لازم. واسي الحسين الجارديني بدا شي يغرس في الغازو ولا تيزرع الغازو. حسين الجارديني انسان طيب برافات وتيتقن الخدمه ديالو، حتى الا كان شي واحد محتاجو هنا في اكادير وفي النواحي راه مستعد نخلي ليه النمره، يعني مستعد نخلي لكم النمره ديالو في التعليقات. وكما شفتو في الفيديو راه هو تيزرع والغازو كيتسقى، كاين الرشاشه، الحاجه اللي تزرعات كتسقى في البلاصه. ايوا تبارك الله والحمد لله وما شاء الله. يعني من بعد ما غرسنا او زرعنا الغازو النجيل الحمد لله جات هاد الشتيوه، ما بقاش محتاج بلي انا غادي نسقيه، لان كيخصو يتسقى تقريبا نهار ونهار لا في البدايات ديالو باش يبقى تحت الرطوبة يبقى شاد. الحمد لله الحمد لله أمطار الخير. من بعد 10 أيام تقريبا تتشوفوا الغازو خضر، يعني شاد في بلاصتو، خاصة وأنه تسقى مزيان نفعات وديك الشتا اللي داز، بحيت يبغي الماء مزيان مرة في كل يومين سيرتو ملي تيسخن الحال، و تيبغي تزرع في بلاصة تكون مشمشة، ووقت الزراعة ديالو تيبدا من شهر مارس. ذكرنا السقي وذكرنا الشمس، بقات الحاجة الثالثة اللي مهمة وهي المقص، الحسانة بوندوز بهاد الماكينة، كل ما طول الغازو باش يشد الارض ويعمر مزيان. وهكا كنكون وصلت لنهايه الفيديو، نتمنى ينال الاستحسان ديالكم. في امان الله.